بخير اختي هناء، كي دايره ايمن؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. كي دايره انت؟ بخير. الحمد تحيه لله لكل وشكرا. الطاقم وتنشكرك على البرنامج. الله يسلمك ايمن، مرحبا ايمن. الاقتراح ديالك هو كيكه. اي عندي هذه كيكه ديسير، لانها كتقطع صغيره على شكل دي لوزونج صغار، وكت يعني كتبرد في الثلاجه، يعني من تحت فيها كيكه بلون الشوكولات، فوق منها طبقه بيضاء وفوق منها طبقه غوز. نعم، تبقى بيضه وتبقى غوز وشوكولاته. انا تخيلت الشكل ولكن خصنا نعرفوا الطريقه والمقادير. كتجي ديسير زوين. نعم، واخا ناخذ معاك المقادير. المهم الطبقه الاولى غادي نديروا جوج بيضات، ما فيهاش مقادير بزاف ولكن خص غير الواحد يعني يكتب مزيان ويتبع هذا. جوج بيضات وواحد ساشيه فاني. نعم، وواحد ساشيه كاكاو، راه يعني كتبع حتى هي. شحال ديال الكاكاو؟ يعني تقريبا جهد جوج معالق كبار. نعم، وكنديروا 8 د المعالق ديال السنيده. وقدهم ديال الزيت. ايه، قدهم ديال الحليب سائل. قدهم ديال الدقيق. نعم، هاد 8 د المعالق تقريبا كتجيب نص كاس ديال داك، يعني الكاس ديال العنبه. نحسبوا 8 د المعالق. فوالا، يعني على حسب المعلقه واش كبيره. كاين اللي عنده معلقه كبيره بزاف، كاين اللي عنده. المهم تتجيب، هذا هو المقياس. هذه الطبقه الاولى يعني نخدموا البيض بالشكل ديال كما كنخدموا لاجينواز، يعني كنفرقوا الصفر على البيض. وكنطلعوا البيض مع يعني مع الفاني. مع الفاني بوحده، مع الفاني وقبيصه د الملح بيان سيغ، وكنطلعوا الصفر مع السنيده. وتنزيدوا السوائل كما الطريقه عاديه ديال الكيكه. نعم. هذه الطبقه الاولى كندخلوها طيب في الفران، ولكن تنحاولوا نراقبوها لان يعني تقدر، حيت المقادير قلال كتجي رقيقه تقدر تحرق، يعني ما نقربوهاش للتحتاني ديال الفوق بزاف، نديروها في الوسط ونراقبوها. يمكن حتى الوقت ما كتحتاجش نص ساعه كامله. لا ماشي نص ساعه كامله، ما 15 دقيقه 17 دقيقه. نعم، بالنسبه للمول فاش غنديروها خاص يكون مول يعني يكون شويه عريض ويكون مطلوق، باش ما تجيش الكيكه فيها هذيك الطبقه معجنه بزاف. خاص المول يكون مطلوق، باش تجينا يعني رقيقه بحال كنعملوا الجينواز. فوالا، مثلا 30 سنتيم على 20 سنتيم تجي مزيانه. هذه الطبقه الاولى ملي طيب تنخرجوها، ما نطفيوش الفران ونخليوها على الفوقاني شاعل، على اساس باش نزيدوا عليه الطبقه الثانيه. ولكن هذه خصنا نوجدوها حتى هي قبل ما، يعني غنحسبوا الاخرى قريبه طيب ونوجدوها الطبقه. ملي ندخلوها الفران نبداو نوجدوا الطبقه الثانيه. ثلاثه ديال دانون فيها. ثلاثه ياغورت عادي باي نكهه بغيتي، ياغورت فوالا. و يعني كيس ديال الحليب غبره ديال 65 غرام. وخا حنا نحسبوه، لان بعض الاحيان كيكون عندنا الحكم كبير، فبالتالي 65 غرام من حليب غبره، من حليب بودره. اييه، 4 المعالق سكر. نعم، كنضربوهم في مولينكس ولا يعني في الخلاط الكهربائي، ولا نديرهم بال يعني بالباتر. وكنخويهم فوق داك الكي كنخرجوهم، نخويوها فوقها، وخا سخونه نخويوها فوقها ونرجعوها طيب من الفوق. اذا ما كنحيدوش المول من الفران، ما كنحيدوش الكيكه. لا حيت كتبقى، قلت لك في الاول غادي تبقى في هذاك المول، حيت من بعد غادي نقطعوها. نعم، ومهم جدا ان المول ما يكونش تيلصق. هذه الطبقه الثانيه صافي. نعم، تنخرجوها ملي طيب الطبقه الثانيه، راه غتبان لنا يعني شدات هذاك الطبقه البيضاء ولات مشدوده مزيان. صافي نخرجوها، كنديوها ندخلوها للفران. ايه، وكنجيو نخدموا الطبقه الثالثه اللي فيها كاس د الحليب. ساشيه د فلون فريز كبيره، لا غير العاديه يعني ديال انديغام. المهم المقياس هو كاس د الحليب مع هذيك الساشيه. نعم، وكنديروا تنخدموا بيان سور بالطريقه ديال السكر على حسب الذوق. وتنديروها في كاسرونه كطيب، كتغلى غير تغلى مزيان وداكشي. تنجبدوا كيكه ديالنا نخويوها فوقها ونعاودوا نرجعوها ثاني للثلاجه. بهكا كتجينا طبقه كحله لتحت، وطبقه بيضاء، وطبقه غوز للفوق. دونك هنايا الطبقه الثالثه كتكون ديال الفلون. ديال الفلون غوز. نعم، صافي. ملي كنخرجوها كنبداو نقطعوها بموس يكون الراس ديالو رقيق، كنبداو نقطعوها بحال ديال البحلاوه رقيق، يعني مربعات.
صافي وتتبقى في الثلاجه ملي نبغيو نحطوها نقدموا ديك الساعه دوك الهدف. وهي راه كيخصها تاخذ الوقت ديالها في الثلاجه لانها الفلون خصو يجمد بطبيعة الحال. نعم. اذا انا نعاود معاك الطبقه الاولى والثانيه والثالثه. عندنا الطبقه الاولى فيها جوج البيضات ساشي الفاني جوج معالق كبار الكاكاو 8 المعالق سنيده 8 المعالق ديال الزيت 8 المعالق ديال الحليب سائل ماشي سائل نعم و 8 المعالق ديال الدقيق صافي. اذا كنخدموا الكيكه نعملوا البيض البيض مع الفاني نخدموه بالباتور نطلعوا بالباتور ومع شويه ديال الملحه ضروري كيخصنا شويه ديال الملحه كتحيد غير ديك الزفوره كنخدموا ايضا الصفر ديال البيض مع سنيده وكنبداو كنضيفوا العناصر الاخرى الكاكاو الزيت الحليب الدقيق وكنخليو البيض البيض هو الاخر عاد كنجمعوا هاد العناصر مع بعضها نعم. عندنا لومول اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق ويكون ما كيلصقش من الافضل غادي نخويو فيه هاد الخليط هذا ومن الافضل يكون يعني تجينا هاد الطبقه رقيقه تجينا رقيقه باش ما تكونش باش تكون الحلوه عي صغيره تجي في الكويطات يعني حلوه ماشي كندخلوا هاد الكيكه هادي في البدايه الفران فران سخون الفران اللي بغيتي يعني غير ما يكون غير ما تخليهاش بزاف 15 دقيقه الماكسيموم يعني باش ملي كندخلوها الفران كنبداو نحضروا الطبقه الثانيه الطبقه الثانيه فيها ثلاثة ديال الحكاك ديال الياغورت باي نكهه باي لون باي شيء بغينا اي ما يكونش ما يكونش مسوس يعني ما يكون فيه حلو ماشي دانون ماشي طبيعي لا. 65 غرام ديال الحليب بودره 4 المعالق ديال السكر سنيده كنخلطوا الياغورت مع الحليب بودره مع سنيده اما في الخلاط الكهربائي ولا كنطربوهم بالطرب الكهربائي بحال بحال غير المهم خصهم يتسجنسوا مزيان. نعم، إذا ها هو الطبقة الثانية وجدت عندنا، كتكون أيضا الطبقة الأولى تقبضات في راسها وطابت شي شوية، كنجبدوا الكيكة من الفران وكنخويو عليها هذا الخليط الثاني. كنطيبوا عين من الفوق ما نعم. الفران نعم، صافي هنا كنسدوا كنطفيو لتحت وكنخليو غير الفوق باش يطيب الفوق لأن لتحت طايبة ديالنا الكيكة. حيت دابا هاد الطبقة راه كتبقى بيضاء راه ماشي غنتسناوها تحمر ولا شي حاجة راه تبقى هي بيضاء غير نحسو بها بلا تجمعات. حنا عندنا الطبقة الأولى فيها الكاكاو يعني أنها كحلة، الطبقة الثانية فيها الحليب بودرة يعني أنها بيضاء، والطبقة الثالثة غنحضروها بكاس ديال الحليب أولا نسيطرو د الحليب بحسب يعني لا لا كاس د الحليب كاس واحد باش كتجي كيجي عاقد بزاف. إلا درنا نسيطرو كيما موالفين ما غاديش تجي هذيك. كاين اللي كيضاعف الكمية ديال الفلون. دابا الا بغيتي تضاعفي الكميه ديال الفلو مثلا بغيتي تضاعفي الكميه هذه هي راه كتخرج بزاف ديال القطع يعني راه قلنا غادي ديريها في الكويطات ولكن الا بغيتي تضاعفي الكميه ما تضاعفيش الحليب وتخلي الفلو حتى هو ديري ساشي اخرى. نعم اذا عندنا كاس الحليب ساشي وحده ديال الفلو بنكهه الفخيز ويكون فيه اللون والسكر بحسب الذوق يعني الفلون راه كاين اللي كيكون فيه السكر كاين اللي كيكون سكري كاين اللي كيكون فيه السكر كاين الا فيه السكر ما ديريش ولا هذا جوج ديال المعالق راه كافي. نعم كنطيبوا الفلون ديالنا بشكل عادي فوق عافيه مهيله كتكون الكيكه حتى هي طابت كنجبدوها من الفران نخويو فوق منها هذا الخليط ديال الفلون. ولكن اختي هنا نعم. ماشي كيما نجبدوها من الفران ونخويو فوقها لا خصها تبرد في الثلاجه واحد على الاقل واحد 20 دقيقه ولا حيت الا كتخوي الفلون ما كيشربش لا ما كيشربش هادشي اللي بغي نقول لك الا جبتيها من الفران وهي باقا سخونه خويتي عليها هذاك الفلون هذاك الفلون كيولي يعاود يجري لنا ديك الطبقه اللي طيبنا فهمتي خصها تبرد هذيك الطبقه. نعم كنخوي عليها الطبقه ديال الفلون وكندخلوها دابا للثلاجه ونخليوها تبرد على خاطرها من بعد كنقطعوها كيف قلتي ديال لوزونج معينات وكنديروها في كويغطات هذوك راه كيكونوا طوال يعني بالشكل اللي بغينا نعم نقدموها بالصحه والراحه. نعطيك الصحه لا ايمان شكرا جزيلا على هذه الوصفه شكرا جزيلا على البرنامج وتحيه لكاع المستمعات اللي كيستمعوا اللقاء المفتوح. الله يبارك فيك ايمان كنتي معنا مبني من لال الى اللقاء.